التقرير بيضيف بقى نقطة مهمة جدا يا أستاذة منى، هي إنه التحديات التفصيلية اللي تحدث عنها زميلي مروان بالأرقام التفصيلية اللي تحدث عنها زميلي مروان لابد لها أن تكون جزء لا يتجزأ من الخطاب العام السياسي لكل الأحزاب السياسية والحركات المجتمعية في الدول العربية التي هي الآن في مرحلة انتقالية نحو عيش كرامة حرية وعدالة اجتماعية. بمعنى من الدروس المستفادة من مقارنتنا لدول مختلفة مرت باللي احنا بنمر بيه دلوقتي، اتضح انه من الأسلم والأصلح للشعوب انها لا تركز فقط كل جهدها على تفاصيل العملية السياسية اللي هي براقة وجذابة وفيها سنسيشناليزم عالي جدا. مهم ان احنا نفكر في تغيير اصول اللعبة السياسية حتى نخلق الليفل بلاينج فيلد، نخلق فرص متساوية للجميع سياسيا من اجل التنافس السياسي. انما على نفس الوتيرة والأهمية لازم كل الأحزاب السياسية الأغلبية منها والأقلية أن تفكر، يعني تبدأ أن تفكر جديا في برامج تحقيق العدالة الاجتماعية، تستخدم تفاصيل المعلومات وتفاصيل التحديات، لأن السياسة العامة لها بدائل كثيرة جدا، أنت هتختار أي بديل فيهم وليه؟ لازم البرامج تطرح هذه المواضيع بشكل صريح وواضح ونتواصل فيها بشكل صريح وواضح. هتقولي لي بس العملية السياسية زي ما احنا شايفينها زي ما البرنامج النهاردة قال على 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 طول مليانة ومليئة ومشحونة مش عارف ايه. تمام، بس توصية من توصيات التقرير هي ان يعني يركز فريق من النخبة السياسية على برامجه لتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة، لأنه في نهاية الأمر برضو درس مستفاد من أمريكا اللاتينية، الديمقراطية وحدها لا تكفي، قد تستمر الديمقراطية سنين وعقود طويلة مع الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي للشعوب العديد. أخذت من أمريكا اللاتينية ما لا يقل عن 30 سنة من بدء العملية الديمقراطية حتى وصلنا إلى النجاح البرازيلي والشيلي في الطفرة الاقتصادية اللي حصلت. ليه نستنى 20 و30 سنة؟ رجاء مننا، من أحد توصياتنا بالتقرير، أن تبدأ الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية العربية الآن الأغلبية منها لما لها من مسؤولية حكم والأقلية منها في التعامل جديا مع الأرقام والتحديات تفصيليا، ويقولونا ويطرحوا علينا السياسات المرجوة. دكتور بس لو سمحت يضيف لشيء اللي قالته النهار. بس ده هيكون تعليق حضرتك الأخير دكتور مروان. أوكي. الربيع العربي أو الثورات العربية، يعني مسألة أساسية نفهم أنه العالم العربي لن تستقيم الديمقراطية، لن تستمر الديمقراطية إلا إذا تمكننا من التوجه نحو بناء سياسة اقتصادية واجتماعية بديلة. الناس المناضلين السياسيين والحركات الاجتماعية والحركات الشبابية، مسألة أساسية أنه يتلقفوا التحديات الاقتصادية والاجتماعية ويفكروا فيها ويساهموا في طرح والتفكير في بدائل. و يعني ما يلفت النظر في العالم العربي هو ضعف بين الأحزاب السياسية، ضعف البرامج الاجتماعية الاقتصادية. يعني ناخد كلمة العدالة الاجتماعية، يعني دور دي أحزاب ما اشتغلتش بقالها سنين بالزبط. يعني في ولكن النهاية علينا يعني كانت موجودة اسما يعني، إنما فعلا مش موجودة بالضبط. ولكن هذه تحديات أساسية ما نقدرش ننتظر سنتين وثلاثة وأربعة، لأنه الفشل في مجال التحديات أو البدء في صياغة مشروع تجتمع عليه القوى المجتمعية. يعني لما الناس عارفة رايحة فين تنتظر وبتتحمل. وبالحقيقة نحن التحديات هي كبيرة، لحتى لمواجهتها لازم يكون في نوع من خطة يوافق عليه المجتمع ويستعد المجتمع لتقديم التضحيات من أجل ذلك. أما أنه من غير خطة ومن غير وجهة
مش ممكن. وبالتالي الديمقراطية العربية التحدي الأساسي أمام الديمقراطيات العربية بالطبع هو بناء نمط جديد من السلطة ومن الدولة وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ولكن بنفس الوقت لكي ننجح في عملية بناء الدولة وبناء الديمقراطية علينا أن نفكر جديا كيف يمكن بناء دولة تنموية. لذلك نحن دولة تنموية يعني بناء منظومة اجتماعية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بناء سياسة اجتماعية تنمي قطاعاتنا المنتجة، وهذه مسألة أساسية. نعم. وأخيرا وأختم بهذه المسألة، المسألتين المرأة ومشاركتها في السياسة وفي الاقتصاد من ناحية، واللي هو مشكلة عويصة في العالم العربي، ومن ناحية تانية مسألة المجتمع المدني. خليني بس أقول أنهي هون القانون، أعطي مثل يعني القانون الأخير الذي طرحته الحكومة والتي يناقش فيما يخص المجتمع المدني في مصر هو أكثر ريجريسيف، لنقول أكثر سوءا رجعية من القانون السابق بالضبط. وهذا يعني ليس فقط رأينا، يعني القانون في مجموعة من الحقوقيين العالميين. وبالتالي مسألة لا يعمل شيء، لأنه مسألة تنمية المجتمع المدني وقدراته ومشاركته في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية هي مسألة أساسية. تعليقك الأخير دكتورنا، لو ما اتبعناش هذا المنهج المتكامل والنظرة التكاملية ما بين التحول الهيكلي الحقيقي سياسيا واقتصاديا وجمعناهم مع بعض، هيكون قدامنا طريق في المجتمع العربي كله، هو طريق تصاعد للمطالب الفئوية وازدياد للمطالب الفئوية، لأن كل واحد هيجري يحاول يلحق أي نحبة ياخدها هبرة ياخدها، وهي مطالب مشروعة وناتجة عن احتقان الوضع الاقتصادي على مر السنين. ستزداد المطالب الفئوية ويزداد الضغط على الجهاز التنفيذي في التعامل مع هذه المطالب، وكذلك سيزداد التحرك والحراك الميداني في الشارع العربي، مما يضع ضغط كبير جدا على الأجهزة السياسية، منها كالجهاز التشريعي وكالأحزاب السياسية، ضغط على الجهاز التنفيذي اقتصاديا، ضغط على الجهاز التشريعي والأحزاب السياسية بسبب احتقان عملية الإصلاح الجذري البنيوي، مش الإصلاح اللي هو الشكلي. يبقى اللي هينتج عن الاثنين دول قهر او عوده للقهر او ثورات اخرى غير معروفه العواقب. تمام. المسار في التقرير بيقول المسار واضح صعب، وهيختلف النموذج من دولة لأخرى حسب طبيعة الدولة العربية، إنما واضح، والشعب العربي والشارع العربي قال كلمته، مش عايز بس حرية، أنا عايز حرية وعدالة اجتماعية، علينا أن نعمل. دكتورة نهى المكاوي ودكتور مروان أبي سمرة من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ضوء التقرير اللي تم الإعلان عنه النهاردة، بشكركم شكر جزيل على التقرير والمعلومات الوافية وعلى وجودكم معنا وصبركم في تبسيط المعلومات حتى تصل. شكرا جزيلا.